الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال عجيب غريب، لماذا الفلسطينيين؟ الأصل هو لماذا الفلسطينيون ليسوا أصليين؟ هذا هو السؤال. السؤال يوجد في شبكة كورة، لماذا الفلسطينيين ليسوا أصليين؟ اليهود لديهم لغة ودين وثقافة وتقاليد مميزة مرتبطة بأرض إسرائيل، بينما الفلسطينيون عشوائيون لا شيء يميزهم، بل مجرد عرب ولدوا أنفسهم في قطعة أرض اسمها فلسطين. هذا هو السؤال. أجاب الأخ سامر منير إجابة طويلة، هذه بدايتها وهذه نهايتها. ركزوا معي. قبل كل شيء، السؤال الأساسي لعلم المبين هو: من برمج كل شيء في علم المبين؟ علم البرمجة الإلهية المبين يعتمد على الأعداد الأولية والأعداد القرآنية. ما هي الأعداد الأولية؟ العدد أولي إذا كان له قاسمان، نفسه وواحد. اثنان أولي لأن له قاسمان، اثنان مقسوم على اثنان يساوي واحد، اثنان مقسوم على واحد يساوي اثنان. ثلاثة أولي لنفس السبب، أربعة ليس أوليا، الأعداد الزوجية كلها ما عدا اثنان ليست أولية. خمسة أولي لنفس السبب، سبعة أولي، تسعة ليس أوليا. كل الأعداد الفردية ليست بالضرورة أولية، ولكن كل الأعداد الأولية ما عدا اثنان هي فردية. إذا تسعة ليس أوليا لأن له ثلاثة قواسم. علم المبين يعتمد على الأعداد الأولية، أعقد شيء في الرياضيات وفي العلوم كلها. لكي تفهم علم المبين يجب عليك أن تفهم أن للأعداد الأولية رتب. ترقيم الأعداد الأولية أعطانا رتب. اثنان هو أول الأعداد الأولية، إذن اثنان رتبته واحد. ثلاثة هو ثاني الأعداد الأولية، إذن رتبته اثنان. خمسة رتبته ثلاثة. سبعة رتبته أربعة. الآن لغة الأعداد الأولية، أخذ حروف ترتيب الهجاء العربي وأضع أمامها الأعداد الأولية الأولى. إذن في هذه اللغة الجديدة، ألف يساوي اثنان أول الأعداد الأولية، ب يساوي ثلاثة ثاني الأعداد الأولية، ت يساوي خمسة ثالث الأعداد الأولية، والأخير الياء يساوي 107 العدد الأولي الثامن والعشرون. إذن نبدأ مادة البرمجة الإلهية. سنحاول أن نتحقق هل الله سبحانه وتعالى برمج هذه الجمل في علم المبين. إذن السؤال الأول هو: لماذا الفلسطينيين؟ الأصل هو لماذا الفلسطينيون ليسوا أصليين؟ كتبت بهذه الطريقة. بعد ذلك، اليهود لديهم لغة ودين وثقافة وتقاليد مميزة ومرتبطة بأرض، إلى نهاية الكلام. بعد ذلك نهاية ما كتبه الأخ: هذه الشراذم التي تشكل هذا الكيان المحتل لبلادنا فلسطين هي نفسها ستكون أحد أهم عوامل انهيار هذا الاحتلال، والأيام بيننا. ختم بشالوم حبيبي. الآن سنحاول أن نتحقق هل الله سبحانه وتعالى برمج في علم مبين هذا الكلام. ركزوا. لماذا الفلسطينيين ليسوا أصليين في لغة الأعداد الأولية بدون مع الرتب؟ قلنا أن في هذه اللغة اللام يساوي 3/8. لماذا الفلسطينيين ليسوا أصليين في هذه اللغة اللام يساوي 3/8، الألف يساوي 2. إذن مجموع السؤال هو هذا. هنا لماذا السؤال مع الرتب؟ قلنا أن اللام يساوي 83، 83 أولي رتبته 23، و23 أولي رتبته 9. الألف مثلا يساوي 2 أولي رتبته 1. إذن عندي مجموعان، المجموع الأول بدون الرتب للسؤال، المجموع الثاني مع الرتب للسؤال. وهذا هو علم المبين. تطبيق علم البرمجة الإلهية على لماذا الفلسطينيين ليسوا أصليين. إذن المجموعان هنا أقسم على العددين الأساسيين 114 و23. علم المبين ها هو علم المبين يعتمد على الأعداد الأولية ورتبها والأعداد القرآنية. 114 و23، ها هو 114 23
114 23. إذا هنا أقسم على العددين الأساسيين في علم المبين، 114 23. هنا بواقي القسمة الأقليدية. علم المبين يفرض أنك لو وجدت عددا أكبر من 23 اقسمه على 23، هنا باقي القسمة. هذا أكبر من 23 اقسمه باقي القسمة 7، 7 أولين ورتبته 4. إذا لو وجدت عددا أكبر من 23 اقسمه على 23، ولو وجدت عددا أوليا ضع رتبته. لن ركزوا معي، نفس العلم كالعادة، آلاف الدراسات نفس العلم. انظروا المجموع بدون، أي مجموع بواقي القسمة الأقليدية بدون ما نتج عنها حسب علم المبين. المجموع مع مجموع بواقي القسمة الأقليدية وما نتج عنه حسب علم المبين. هذا أمره الله أن يكون أوليا رتبته 51، عندي رتبة سأواصل. المجموع بدون الرتبة، المجموع مع الرتبة، أمر الله سبحانه وتعالى هذا أن يكون أوليا، والناس يظنون أن الأعداد الأولية عشوائية. أمر الله هذا أن يكون أوليا رتبته هذه. نواصل، المجموع بدون، أي بدون هذه الرتبة. المجموع مع الرتبة، أمر الله سبحانه وتعالى هذا العدد أن يكون أوليا رتبته 159. المجموع بدون، هذا ليس أوليا. المجموع مع، هذا ليس أوليا. هذا هو رتبة العدد الأولي 16993، وهذا هو رتبة العدد الأولي 18503. لأن ركزوا معي، مجموع رتب السؤال هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب السؤال كلها، يعطيك هذا العدد. اقسمه على 114.23 بواقي القسمة الأقليدية، هذا اقسمه على 23 بواقي القسمة 17، أولي رتبته 7، 7 أولي رتبته 4، هذا أولي رتبته 6. مجموع هذه الأعداد الناتجة عن 542 يعطيك 133. الآن ركزوا معي، هذا العدد النهائي مع هذا العدد مع هذا العدد مع 133، هذا ناقص الرتبة زائد هذا زائد هذا، سترون دور هذين العددين يعطيك هذا العدد. ما هو هذا العدد؟ هذا هو ما جاء بعد السؤال. اليهود لديهم لغة ودين وثقافة، أي ما جاء بعد السؤال، بدون الرتب مع الرتب. ها هو، انظر، اليهود لديهم، انظر، بدون الرتب، ها هو بدون الرتب، هذا هو المجموع مع الرتب، هذا هو المجموع. انظر معي، ها هو وها هو. إذن برمج الله سبحانه وتعالى ما جاء بعد السؤال مباشرة. يمكنك الآن أن تقول ما دور هذين العددين؟ ركز معي جيدا، ركز الآن. تذكر هنا ما نتج عن هذا العدد، هذا الآن ناقص هذا يعطيك 73. أمره الله أن يكون أوليا رتبته 21. سنحتاج إلى مدة الوحي، 23 العدد المبيني، العدد القرآني، هذا ومدة الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام مدة 23 سنة. هذا أولي رتبته هذه. الآن ركزوا معي، ذاك العدد، العدد الأولي، ستفهمون لماذا عزل الله هذا، هذا العدد الذي لم يتدخل إلى الآن، مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا، أي ناقص 73 زائد 21 زائد 23 ناقص 9 يعطيك هذا، نفس العدد برمجه الله المرة الثانية. الآن ركز معي، الآن هذه المنطقة قلنا هذا ناقص هذا، الآن هؤلاء مجموع هؤلاء يعطيك ماذا؟ يعطيك 114. هذا هو الله في جميع اللغات. الآن قلنا 86 ناقص 13، الآن 86 زائد 13، انظروا 86 الآن زائد 13 يساوي 99. الآن انظر، الله مع مدة الوحي يعطيك 137. أمره الله أن يكون أوليا رتبته 33. ركز معي، ذاك العدد الذي عزل هنا مع 99 مع 33، سترى ما هو دور 137 يعطيك هذا. للمرة الثالثة، اليهود لديهم لغة ودين وثقافة. الآن هذا النص ظهر 3 مرات. انظر الآن سنضع مجموع رتبه، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب هذا النص. للمرة الثانية انظر، ظهر مرتين، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب النص، والمرة الثالثة هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب النص.
الآن سنحتاج إلى مدة الوحي كالعادة. ركز معي. هذا مع هذا مع هذا مع هذا، انظر، مع 23 الثاني، انظر، مع 137 الذي لم يشارك، مع 99، انظر، مع 23 الأول، انظر، مع هذا الذي لم يشارك إلى الآن. ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا. ما هذا؟ هذه الشراذم التي تشكل هذا الكيان المحتل لبلادنا فلسطين هي نفسها ستكون أحد أهم عوامل انهيار هذا الاحتلال والأيام بيننا. انظروا كيف برمج الله سبحانه وتعالى كل شيء. نواصل. انظر، انظر الآن، 1960 ذاك العدد الذي عزله الله سبحانه وتعالى، ها هو ذاك العدد الذي عزله الله سبحانه وتعالى، مع المجموع بدون، مع المجموع مع، مع 51، انظر، مع الله، انظر، مع الله، مع 73، 21، 23، 9. ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. والمرة الثانية، انظر، 1960، انظر، ها هو، مع هذا، مع هذا، مع هذا، انظر، مع الله، مع الله، مع 99، 33، تذكر 137 عزل. مرة أخرى أعطيك نفس العدد. ما هذا؟ شالوم حبيبي، نهاية ما كتبه الأخ. الآن ركزوا معي جيدا إخواني، إخواني، هذا الآن وضعه الله هنا ثلاث مرات، هذا، مع هذا، مع هذا، مع المجموع بدون، ركز، مع المجموع بدون، مع المجموع مع، مع هذه الرتبة التي وضعها الله هنا، مع هذه الرتبة التي وضعها الله هنا، مع هذه الرتبة التي وضعها الله هنا، مع العدد المبين مدة الوحي، مع رتبته، انظر، مع الله، مع العدد المبين مدة الوحي، مع الرتبة، يعطيك ماذا؟ يعطيك هذا. ما هذا؟ آية الدراسة. رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآية 23 من سورة الذاريات. سؤالي لكم كالعادة، من برمج كل شيء في علم مبين؟ حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.